بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغاوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تغود. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتغنوت. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذ يغشى والنهار إذ تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمون. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته
وعلي ابن الحسين حجته، ومحمد ابن علي حجته، وجعفر ابن محمد حجته، وموسى ابن جعفر حجته، وعلي ابن موسى حجته، ومحمد ابن علي حجته، وعلي ابن محمد حجته، والحسن ابن علي حجته، واشهد انك حجة الله، انتم الاول والاخر، وان رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، وان الموت حق، وان ناكرا ونكيرا حق، واشهد ان النشر حق، والبعث حق، وان الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بحما حق، يا مولاي شقي من خالفكم، وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما أشهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه، والباطل ما أسقطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله، وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم،